دوري فيفا يشتعل بعد توقف طويل. الجولة العاشرة حملت الكثير من التغييرات. المحرق يحافظ على الصدارة ولكن والمنامة يفرط بها. الحد والرفاع الشرقي يعلنان رسميا دخول المنافسة، والشباب يخرج مجددا خالي الوفاض. حافظ فريق المحرق على صدارة الترتيب العام لدوري فيفا بالرغم من تعادله المتأخر في الجولة العاشرة أمام المالكية بهدف لمثله. وعانى المحرق خلال المباراة التي أقيمت باستاد مدينة خليفة الرياضية بعدما استطاع المالكية التقدم في الدقيقة 59 عبر محمد درويش، قبل أن يفلت المحرق من الخسارة في الرمق الأخير بفضل لاعبه محمد سالمين الذي أحرز هدف التعديل في الوقت بدل الضائع. المحرق رفع رصيده إلى 21 نقطة في الوقت الذي وصل فيه رصيد المالكية إلى 7 نقاط في المركز التاسع. عاد فريق الرفاع لمزاحمة غريمه المحرق على صدارة دوري فيفا إثر تخطيه عقبة البحرين بهدف دون مقابل باستاد مدينة خليفة الرياضية. الرفاع لم يتأخر في التسجيل عندما منحه لاعبه سيد ضياء سعيد هدف التقدم في الدقيقة 11، ولم تفلح محاولات الفريقين على مدى دقائق المباراة في تغيير النتيجة، ليصل بذلك الرفاع لنقطته 21 في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر في الوقت الذي تلقى فيه البحرين هزيمته الرابعة هذا الموسم والتي أبقته في المركز السابع برصيد 9 نقاط. فرط فريق المنامة في الانفراد بصدارة الترتيب العام لدوري فيفا بعد خسارته التي تلقاها أمام الرفاع الشرقي بهدفين لهدف خلال المباراة التي أقيمت باستاد مدينة خليفة الرياضية. المنامة كان من بدأ التسجيل عبر علي نيروز في الدقيقة 17 قبل أن يعادل الشرقي النتيجة بعد 10 دقائق بفضل لاعبه فيصل بودهوم. في الشوط الثاني سعى المنامة لاستعادة تقدمه، غير أن الرفاع الشرقي كانت له الكلمة الأخيرة عندما عرف لاعبه عبدالله جناحي طريق الشباك المنامية قبل 6 دقائق من نهاية اللقاء ليعلن بذلك عودة فريقه رسميا في أجواء المنافسة من جديد برصيد 19 نقطة في المركز الخامس، بينما ترجع المنامة للمركز الثالث برصيد 20 نقطة. أخفق فريق الشباب مجددا في تسجيل أولى نقاطه هذا الموسم بعدما تلقى هزيمته العاشرة على يد الحد بهدف نظيف، لتتواصل بذلك علامات الاستفهام حول فريق الشباب. هدف المباراة الوحيد كان عن طريق المدافع سيد محمد عدنان في الدقيقة 24 من زمن المباراة التي أقيمت باستاد النادي الأهلي. الحد حافظ على المركز الرابع وقلص الفارق مع المتصدر بعدما وصل رصيده إلى 20 نقطة، بينما خرج الشباب خالي الوفاض مجددا ليقبع في مؤخرة الترتيب من دون نقاط. السلبية كانت العنوان الأبرز لمواجهة البسيتين والحالة باستاد النادي الأهلي. الفريقان رفضا التسجيل ليخرج كل منهما بنقطة بالرغم من محاولة الطرفين، إلا أن شباك أي منهما لم تهتز ليستمر الحالة في المركز الثامن برصيد 9 نقاط، بينما ارتفع رصيد البسيتين إلى 13 نقطة في المرتبة السادسة.